نحن العيان بمستشفى رأس الخيمة نعطي اهتماما للوقت بعد الإصابة بأي أمراض أو أي آلام في الصدر. نحن ننصح المرضى بالحضور مباشرة إلى الطوارئ لإجراء فحوصات القلب عند الشعور بأي آلام في الصدر. هذا سيعطينا فرصة لتقديم علاج مميز في صورة سريعة وفي أقصر وقت. في بعض الحالات التي تشعر بإصابة أو تشعر بآلام في الصدر، أن تأتي مبكرا إلى المستشفى وتستقبل علاج سريع سيعطيك فرصة لتجنب العديد من المشاكل التي قد تصيب عضلة القلب في المستقبل. The earlier you come to the hospital will be much better for your future. شكرا جزيلا. Thank you.